فانا ببقى عارف مثلا الستايل ده هيمشي كويس، لو عندي حاجه شبه الستايل ده بعملها ببقى عارف ان عملته ده كويس. في الحلقة دي بقى هنشوف ازاي نستخدم اللوبس بطريقة كرياتيف. احنا مش لازم نحط اللوبس كلها زي ما هي، اللوبس دي طبعا زي ما انتوا عارفين يعني بيبقى في حد بيبقى بروديوسر بيعملها مثلا او شركة بتعملها، وبتبقى عبارة عن مثلا درامز، شوية بريكوشنز، حاجات برضو ممكن تبقى ساوند افكتس وحاجات زي كده. في حالات كتيرة بتمشي مع الاغاني بتاعتك، يعني في الحالات كتيرة اللوب زي ما هي كده بتضيف وبتعمل حاجة، لان معظم برضو الاغاني بتتكون من حاجات شبه بعض يعني. لكن في طريقة تانية ان احنا ممكن ناخد اللوبس دي ونشكلها بالطريقة اللي تنفع البروجكت بتاعنا، فده برضو هنشوفه دلوقتي. انا دلوقتي جبت شوية لوبس، اللوبس دي نفس التيمبو، التيمبو بتاعنا دلوقتي 80، واللوبس دي هنحاول على قد ما نقدر نطلع منها حاجة كرياتيف، ونحاول نطلع درام باترن تبقى صوتها حاجة جديدة خالص، وبعد كده ممكن نحاول نركب عليهم درام باترن عامل لها بروجرامينج. فممكن نركب بقى نشوف ازاي نركب اللوبس اللي احنا هنقطعها دي، وازاي نركب عليها درامز بتاعتنا، وناخد يعني احسن حاجة من هنا على احسن حاجة من هنا. نسمع الاول بقى اللوبس دي واحدة واحدة. انا جايب حاجات كتير مش شبه بعض، لان انا هجرب معاكم لايف يعني، انا مش حاجة دي انا مش محضرها، فهنجرب مع بعض. في حاجات هتمشي، في حاجات لا خالص، ممكن نزود عليهم ممكن نقص يعني، هنشوف. تعالوا مثلا نثبت لوب ونشوف هنركب بقى الباقي ازاي. وليكن مثلا اللوب دي، تعال نشوف كده لو شغلنا اللوب اي لوب بعديها، شوف هتضيف لها يعني بشكل كويس ولا لا. انا لاحظت ان السنيرز دول، السنير الاولانية دي والتانية دي، بيضيفوا لبعض كويس، صوتهم حلو مع بعض. لو سمعنا واحدة لوحدها حلوة طبعا برضو، بس الاتنين دول خلي الموضوع اقوى شوية. فاحنا مبدئيا دي معانا يعني، دي هناخدها كده ممكن مثلا اديها اي لون. بعد كده الزحمة بتاعت الهاي هاتس اللي هنا دي مش محتاجينها، لان اوريدي معانا هاي هاتس كويسة. تعال نشوف كده لو مسحنا دول مثلا، فاحنا جبنا اللوبس دي مع بعض. فانا عجبني السنير، فاحنا ممكن ناخد السنير بس يعني، مش لازم ناخد كلهم، احنا اوريدي عندنا هاي هاتس، عندنا كل حاجه. اللوب دي بالذات صعب نقطع منها قوي، لان هي فيها نويز كتير قوي. فلما بنيجي نعمل، لو عملنا باترن كده، لو قلنا مثلا احنا عجبنا دول يعني عايزين ناخد دول برضو، الحته اللي في الفراغ دي هنحس ان في حاجه حصلت غلط، الصوت بيقعد يجي وبيختفي، دي مش حاجة حلوة. فاحنا ممكن ناخد بس السنير، نقول شكرا كده ونكرر دي كده، وبعد كده نشوف الموضوع ده هيودينا على فين. الحاجات دي اكسبيرمنتال جدا، بمعنى ان هي مفيش صح وغلط خالص فيها، هي انت بتقعد تلعب لحد لما تشوف ايه اللي هيحصل، ممكن ده كله يتمسح ونعمل حاجة جديدة، بس احنا بنتعلم الكونسبت مع بعض يعني. تعال نسمع كام غير. صوت طبعا جميل، بس هنا صوت مركب، هنا صوت كومبلكس، ونوعا ما عملنا درامز ما كانتش موجوده في الاول يعني، فبقت حاجه بتاعتنا ده نوعا ما. تعال نشوف ايه ممكن نعمله تاني. طبعا دي لوب هندي، احنا ممكن نجرب كده ناخد حته منها ولا حاجه. تمام، ممكن ناخد دي، ممكن نشيلها بعدين، بس هنشوف كده. انا عجبني دي اكتر، دي كونسيستنت اكتر في البيت. طبعا احنا مش عايزين القطعة الرهيبة دي اللي هي دي. تاني حاجة لو جينا نلاحظ هنلاقي طبعا في حاجات، طبعا انا اشرحها قدام، الافكتس والاكيوز والحاجات اللي احنا ممكن نحطها عشان نغير الصوت ونحسنه جدا. بس يعني انا يعني مش هشرح قوي دلوقتي، ده هنا انا هنفذه بس مش هشرحه علشان ده يعني دي حصص لوحدها. بس
الفكرة ان الصوت عادة احنا مش عايزين منه كل حاجة، احنا عايزين منه حتة صغيرة. فهنا في مثلا الصوت ده بينتهي بصوت نوعا ما بيلعب في البيز شوية او الميد رينج هنا فيه، فاحنا مش محتاجين الرينج ده كله. فاحنا ممكن نجيب EQ، هنشرحه طبعا بالتفصيل قدام، بس الفكرة نفسها بسيطة جدا. هنجيب EQ ونشيل البيز منه. النوتة اهي، دي النوتة اللي في البيز ده انا مش عايزها، فاحنا هنشيلها كده اهو وخلاص. في برضو حاجة احنا ممكن نعمل فيد هنا اكتر بحيث ان النوتة دي تختفي اكتر، تمام، ونحاول برضو ما نضايقش النوتة اللي قبليها، ما نضايقش الشوت اللي قبليه، نخليها تأكل بشكل طبيعي شوية، مش لازم تحصل بالظبط يعني، بس بنحاول نقرب على ده ما نقدر. وبرضه عشان الموضوع يبقى طبيعي اكتر احنا نحط ريفيرب. الريفيرب ده هنا في اخر نوتة بس، هنشيل دي كده وبعد كده هنحط ريفيرب هنا عشان نسيح بس الحتة دي عشان نحس ان هي شغالة من اول ما اتقطعتش. هنجيب اي ريفيرب، احنا عايزين ريفيرب صغير مش كبير، فاحنا هنظبط الاول الريفيرب عامل ازاي. كل الكلام ده يبقى ليه حصص لوحده. احنا ممكن نبقى خليها مثلا ثانية ولا حاجة، يعني الصوت هيفضل ثانية بعد لما السامبل تتلعب. وبعد كده هنقول له احنا عايزين احنا ناخد الريفيرب ده على اخر حتة بس، اللي هي الحتة دي اللي هي اخر شوت خالص، تمام. فاحنا عايزين نعملها بشكل ناتشرال بحيث ان احنا ما يبانش ان احنا عاملين حاجة، عايزين الصوت برضو يتأكل بشكل طبيعي، فاحنا هنعمل برضو رامب كده بحيث يتأكل بشكل طبيعي. ممكن بعد كده نسمع ونظبط بقى تاني. نوعا ما ده كتير، تاني الريب كده بقى كويس. كنا جاية معاها يعني. هناخد دي ونكررها هي بنفس الاوتوميشن بنفس كل حاجة. هنكرر بقى الحتة دي كلها، نعمل كده وناخد دي كده. تعال نشوف بقى ايه اللي بعده، ممكن نعمل ايه تاني. اول حاجة نسمع البيت على بعض، يعني نسمع اللوب اللي هتيجي بعد كده عشوائي، انا بختارهم عشوائي، نشوف صوتهم عامل ازاي كده مبدئيا. يعني نشغل بس اول حتة دي، انا عاجبني معظمها، في حاجات مش عاجباني. تعال نشوف ممكن نقطع ايه. مش عاجبني الصوت ده قوي، طاغي قوي على الموضوع. ممكن نشيله برضو. نشيله من هنا برضو. بعد كده ممكن الحته الفاضيه دي انا برضه عشان ما بقاش صوتها بقاش نحس ان دي حاجه اتقطعت، فاحنا ممكن نعمل لها كونسوليديت وبعد كده ممكن نعمل لها ستريتش، ممكن نغير ممكن نعمل فيد هنا خفيف، نعمل هنا فيد خفيف وناخد دي ونكررها هنا. لا بس هنا التايمينج بتاعها مختلف، فاحنا ممكن نكرر نفس الشيء هنا. هنسمع كده مع بعض. هنا التايم هي باظ لسبب ما، فهناخد دي برضو.
في برضو تول حلو قوي اسمها LFO، نشرح ده برضو بالتفصيل قدام. بس كل الفكرة ان التول دي بتعمل لنا، لو تفتكروا الحلقة اللي انا شرحت فيها الADSR، الADSR دي هي القراية بتاعت التايم بتاعت اي ويب فايل، اللي هتبتدي امتى، هتتأكل امتى، هتستمر الفترة قد ايه، وبعد كده الصوت هيتأكل بعد لما هيخلص في قد ايه، هيختفي بعد قد ايه. هو دي اتاك ديكاي سستين ريليس، هي دي الفكرة. فاحنا ممكن نعمل نرسم الشيب ده زي ما احنا عايزين. هي التول دي بتدينا ان احنا ممكن نتحكم، نقول له مثلا عايزك تبتدي صوت واطي خالص وبعد كده تعلى. كل دي برضو الحاجات دي بتقاس بالتايم. هنا بدينا تيمبو اللي احنا عايزين نمشي عليه، عايزين نمشي كل كام نوتة، كل كام ربع نوتة ولا تومن ولا الكلام ده كله. فاحنا ممكن مثلا لو سمعنا دي كده، دي معناها ان هو هيمشي كل بار، وكل بار هيعمل نتيجة شكل. ده المنظر بتاع السايد تشين اللي هو بتاع الدانس ميوزك. بس احنا في الحالة دي احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الكيك تنزل عادي، وممكن نشيب شوية الحتة. ممكن نشيب زي ما احنا عايزين بقى، نشوف احنا عايزين الصوت يبقى عامل ازاي. لكن هنا بنقطع مانوال يعني، بس هنا بيعملها بفوليوم، فالموضوع ممكن يبقى انسيابي شوية على كده. ممكن نتحكم نخلي الموضوع سمودر شوية. ممكن نسمع كده نشوف. ممكن نشوف لو خدنا اول نص بس هيحصل ايه. انا اسمع كده مع بعض فور وافتر.